يلا خلينا نروح على البيت. جوز خالتي أنا هلأ ما فيني روح. إيه؟ ليش أنتوا ما خلصتوا دروسكم؟ لا مو هيك، أنا عندي عقوبة لازم نفذها، وإذا رحت بتزعل الماستور أليكسي. إيه مو مشكلة هلأ فريدة، بتتأجل العقوبة لبكرة. يلا امشي. لا يا جوز خالتي، أنا محتاجة شوية وقت لفكر بيلي صار. هلأ خلينا نروح البيت، هنيك بنقعد ومنفكر بالموضوع. روح أنت، أنا ما بدي. فريدة لازم تيجي معي. بصراحة أنا ماني عارفان كيف رح أخبرك يا بنتي، خالتك مريضة. خير شبه؟ كيف حبيبة قلبي؟ أهلا وسهلا. خالتي صارت منيحة؟ إيه منيحة، أحسن بكتير. مرجان في شي كتير مهم لازم تعرفيه، نريمان طلعت حامل. أهلا وسهلا. أهلين يا روحي، وينها؟ بالغرفة؟ خالتي كامل لسه ما فحصك؟ ضحكتوا علي؟ خالتي ما أنا مريضة. قدرانة إنك تقومي؟ ساعديني منوار. شوي شوي استندي علي، على مهلك على مهلك. ليش هيك واقفة عندك؟ تعالي مشيها للخانو. بتغيري لها تيابها بعد شوي لأنه ما بصير تعرق، وانتبهي على أكلها واهتمي بنظافتها كتير منيح. اي ما تشغل بالك. أنا بعرف إنه كامل غلط بحقك بأكتر من شغلي يا بنتي، بس بخصوص نريمان هو ما إله ذنب بنوب، وأنا بكفل ابني. أصلاً كامل ما بيعمل شي بيزعلك. بعدين أنتوا إلكن سنين طويلة بتحبوا بعضكم، معقول يعني لما اجتمعتوا تفرتوا بهذا الحب هيك يا فريدة؟ أنتي من إمتى بتعرفي بموضوع نريمان؟ هلأ أنتي ليش ما عم تقولي شي يا باسمة؟ بجوز تقدروا تلاقوا حل إذا قعدتوا وحكيتوا، بعدين فكر شو رح يقولوا الناس إذا فسختي الخطبة. شوفي أنا لوين وصلت، لأني أرملة ما عم بقدر أطلع قدام الناس يا فريدة. حتى أنتي بتعرفي الموضوع ومخبيتي؟ كل ما كان الحب أكبر بيكون امتحانه أصعب يا بنتي. إذا تجاوزتوا هاي الأيام الصعبة ما بقى في شي بيقدر يفرقكن عن بعض. بعدين هدف ناريمان صار معروف، بدها تفرقكن عن بعض. يعني معقولة تتخلي عن أخي وتتركي لي إياه بهالسهولة؟
لسه مو معروف إذا كان رح يعيش الولد أو رح يموت. ناريمان خانه ملكة بالمشفى، بجوز يموت قبل ما تولده. حرام تحكي هذا الحكي يا دليلة، بجوز لا تخلي ناريمان تفرقكم. الناس رح تحكي وراك تخلي ناريمان تفرقكم. كان رح يعيش الولد. كامل بحبك كتير بريدة، لا تدمري حبك. بس حكي أخير جوز كلكم بتعرفوا بالموضوع ما هيك؟ ها؟ كذبتوا علي كلكم؟ انتوا خدعتوني واستغبيتوني، هذا الشيء اسمه خيانة. فريدة اسمعيني بنتي، ما بدي اسمع او شوف حدا فيكم، ما بدي حدا. استني فريدة، استني شوي، وقفي فريدة. فريدة؟ فريدة؟ كامل الحق يا ابني، يلا روح بسرعة. طيب شو صار؟ الوضع تكركب كتير، حاول تهديها وترجعها. فريدة لوين رايحة لحالك بهذا الوقت؟ اصحك انه تلحقني، تركني. وقفي، كنتوا كلكن عم تستغبوني. ايه كلكن، كل الموجودين بالبيت كانوا بيعرفوا من زمان كمان. ها؟ انتو كلكن كذبتوا، كان لك فترة بتعرف هالموضوع. يعني جيتك لعندي على المدرسة كانت كلها تمثيل، ليش عملت هيك؟ بس انا طلعت غبية كتير، انا كيف صدقتك؟ كيف اقتنعت بالحكي اللي قلت لي اياه؟ كامل انت طول الوقت كنت عم تكذب علي وبكل بساطة، وأنا يلي كنت فكرتك ما بتكذب وأعجبت فيك لما أجيت وخبرتني من البداية، بس طلعت غلطانة. ليش عملت هيك؟ جاوبني لشوف أنا شو عملت لك حتى تساوي معي هالشي. بالوقت يلي كنت عم تسمعني كلام حلو كنت قاعد معنا عم تخطط لكل شي. فريدة ما بدي اسمع، لا تذكر اسمي على لسانك. فريدة انتهت من حياتك، ما عادت موجودة. وقفي، الله يوفقك. لا تشلحي، لا تشلحي، اترك ايدي. ما رح بعيد، ما رح اتركك، ما رح اتركك. ما بقى بيهمني اذا بدك تتركني او لا، لانه انا من اليوم تركتك كامل، ورح انسى نظرة عيونك حتى صوتك. من هون ورايح ما عدت موجود بقلبي. بجوز ما بيحق لي اني وقفك وحاكيكي، بس طالما انك مصرة على موقفك بتمنى انك بتمنى تكوني متسامحة وتعطيني فرصة لأحكي اللي بدي اياه. بترجاكي فريدة، انتي هلأ مغصبة، لو سمحتي اعطيني فرصة تانية. صبري ليوم العطلة بس، بنروح عالكوخ انا وياكي، اتفقنا؟ وانا بوعدك وقتها، بوعدك احترم قرارك حتى لو شو ما كان، وما رح ناقشك فيه، رح اقبله لو شو ما كان. الدين خير يا بيك، وصل فريدة على المدرسة لو سمحت. حاضر، على عيني.
شكرا عم جمال الدين. فريدة بدي لك شغلة، الإنسان بيمر بمواقف صعبة كتير وأحيانا بتكون قاسية، بس هذا هو قدرنا ولازم نقبل فيه. كل شي بهالحياة اسمه نصيب، وبيقولوا المكتوب ما منه مهروب. أهلين، فيني أعرف وين كنتي؟ بعرف بدك تعاقبيني. اليوم ما إلك نوم يا ماتموزيل. ماسور بترجعكي إنه من هون ورايح تغيري شوي العقوبات عطول العقاب نفسه. أول عقوبة هي أنا محرومة من النوم، وتواليتات رح تنط فيهم. بعرف هالشي، كمان الصبح ما في فطور. مو مشكلة. والغدا كمان ممنوع. بكرة في أكلة طيبة على الغدا. هذا اللي زعجني. نحن كان كل هدفنا أنه نساعدك بحل هالموضوع. شو عرفنا أنك أنت رحت قلت لها للبنت أنك عرفت القصة عن جديد؟ بعرف بابا بعرف، الحق علي. هي وقتها سألتني، حاولت أحكي الحقيقة بس ما قدرت. معلش يا ابني، خليها فترة لحتى تهدأ. منشكر الله أنه هي ما كبرت الموضوع. والله كنت متوقع أنه تشلح خاتم الخطبة. هي حاولت أنها تشلحه بس أنا ما خليتها. أنا رح شوفها يوم العطلة، ومن هون لوقتها هي بتكون فكرت. هذا ستضليت عايش. الانتظار أشد من النار. ايه معك حق، ما بعرف شو رح يكون قرارها. كمان انت اكلتي نصيبك من فريدة بسببي، عن جد اسف مرجان. معها حق تعصب، وحتى تعمل اكتر من هيك. حست حالها مخدوعة فينا كلياتنا. بس هي بتحبك وما بتزعل منك. انا رح اروح لعندها بكرة ورح احكي معها. وانتو شو رح يصير بعلاقتكم؟ شو رح يصير فيكم؟ ما بعرف ابنهم، بس اليوم الصبح تفائلت شوي، رحت على الكوخ وكانت فريدة عم تسقي الشتلات. حسيت انه فريدة بدها حبنا يكبر بسرعة ويزهر، بس بعدين رجعت تشاءمت لانه هي فايدة على المدرسة ما التفتت مثل العادة. مو معروف شو رح يصير. يعني أنا بصراحة خايف إني أفكر يا مرجان، بس في جواتي إحساس حلو، حلو كتير. حاسس إنه الدنيا كلها ما عاد وسعتني، خاصة لما اليوم ضربتني على صدري ولد أمل جواتي. ما رح نفترق،
حتى لو شو ما صار. أم أنت اليوم ليش ما حكيت شيء؟ ما بعرف باسمة، مو الصبح أنت كنت عم تقولي رح تعملي المستحيل حتى تصالحيهم؟ والله أنا قلت هيك؟ أستغفر الله. كبار جيدر جيمدن tutamam ellerim ateş sabahımız yok sevdiğim doğmaz artık bize güneş varsın bu da yarım kalsın sazım dertli dertli çalsın sen içini ferah eyle gözün arkada kalmasın sen içini ferah eyle gözün arkada kalmasın akar gider gözümden yaş silemem tuzu cana aş intizar etmem sevdiğim dilersen derim sana kardeş varsın bu da yarım kalsın sazım dertli dertli çalsın sen içini ferah eyle gözün arkada kalmasın sen içini ferah eyle gözün arkada kalmasın Hmm.
انت ليش مو نايم بغرفتك؟ لانه لسه مو مكتوب كتابنا، ما بيصير. تصبح على خير، انا رح نام. وانت بألف خير حبيبه قلبي. الله اعلم شو خبيت لنا هالايام. يا بنات، أكيد الكل هون شايف إنه فريدة معاقبة. كملوا أكلكم. ليش معاقبة؟ والله ما بعرف شو عامل. جمعيتنا بتستدعي انه نتحالف مع بعض. بنات قليلات أدب، ما رح سامحكم بنوب. فريدة، تمام، الواضح انه هي الطالبة عم تحاول تخلي البنات يتمردوا على ادارة المدرسة يا ماستر. اعذريني يا حضرة المديرة، حضرتك فهمتي غلط. الموضوع ما في انه البنات بيحبوها كتير، وما طاوعهن قلبهن انه تبقى جوعانة، وحضرتك بتعرفي انه هي طالبة مجتهدة ومحترمة. ايه انا معك، ومع هيك الى فوق الشهرين ما دفعت الاقساط وعم توقفي بصفها. معقول بعد كل هالسنين وكل هالمعاملة الطيبة من قبلنا تحرض البنات ضدنا؟ هذا جزات المعروف. عائلتها مرقت بظروف صعبة كتير، وأكيد رح يدفعوا قريبا. لا ماستر، ما منقدر إنه نكون متسامحين معهم أكتر من هيك. لو سمحتي بعتي لي فريدة لعندي. مثل ما بتأمري. ماشي. وين كنت مختفية لك يومين؟ ليش تعاقبتي؟ مسكوكن انتو عم تبوسوا بعض. شو بلشتوا تألفوا قصص؟ خلصنا بقى، خلص تركوني بحالي، بعدين في أمور خصوصية. أمور خصوصية يا فريدة؟ هي أحلى شغلة قدموها الفرنسيين. انتو عن شو عم تحكوا؟ ما عم بفهم. عم نحكي عن الثورة الفرنسية. منيح، وأخيرا لقيتوا شغلة تحكوا فيها. فريدة، بدي إياكي.
باسمة، مثل ما بتعرفي أنت لازم تتزوجي وتطلعي بعدين نتزوج. من وين إجتنا هالبلوة؟ أستغفر الله، يعني من بعد هالعمر اتزوج واحد تاني واتطلق وارجع اتزوجك؟ لا تكوني مفكرتيني مبسوط كتير. بابا، أمي اهدي شوي، شو صار لك؟ لك يا ابني هذا كله من غيرته، أنت مو عارفان شو القصة. أها، لو ما طلقتني ما كنت رح تضطر إنك تزوجني لواحد غريب يا بيك. شوف شو صار من ورا تهورك، وبالمناسبة أنت رح تكون الشاهد تبعي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمي خلصنا، شو بنا لا تزيديها عليه. أنتوا عم تجددوا شبابكن مع بعض، شو بدكن أحلى من هيك؟ يعني ضروري لحتى نكون عم نجدد شبابنا نحط حالنا أنا وياه بمثل هيك موقف؟ أيوة. شوفي يا فريدة، أنتي بتعرفي إنه الأقساط هي دخلنا الوحيد هون، ولما أنتي ما بتدفعي المترتب عليكي فأنتي بتكوني عم تظلمي رفقاتك، لأنه نحنا رح نقصر بواجباتنا تجاههم. لحق معك ماستر، إذا في مجال تعطيني شوية وقت وأنا رح أدفع. طيب أنا رح أعطيكي مهلة من هون لأول الشهر. بس ضل أسبوع واحد لأول الشهر. صحيح، الوقت قصير وصعب إنه دبر المبلغ. بس نحن عنا دفعات لازم نسددها، ما منقدر نأجلها أكتر من هيك يا بنتي. فريدة، المشكلة بتنحل إذا خبرنا ولي أمرك. لا لا، ما في داعي إنه تخبروه بنوب، أنا بدبر المبلغ. من هون لأول الشهر إذا قدرتي تسددي الأقساط بيكون منيح، وإلا مضطرين نفصلك من المدرسة تبعاً للقانون المتعارف عليه. فيكي تروحي على صفي. لو محلي شو بتعملي؟ شو صار فريدة؟ البلاوي عم توقع فوق راسي، كل ما أقول هي آخر وحدة فجأة بتوقع علي وحدة جديدة. صدقيني الصبر هو الحل. وأنا هيك عم أقول. طيب شو أخبار القلب؟ ما في شي مهم ميشيل. قليلي شو صاير معك؟ لا تخافي، مو صاير شي، أنا منيحة، لا تخافي علي أبدا. أنتي على طول بتساوي هيك، ما بتجاوبي وبتسكري على الموضوع. لأنه ما في شي ينحكى بهذا الموضوع بنو. يي ليش قمت؟ أنت لوين رايح؟ راح روح المدرسة. اعملوا لها شرب، أنا ناريمان لازم تاكل. أنا بساوية عادي. كامل، لما تخلص شغلك مروق لعندي على الدكان، راح نروح مشوار. ماشي بابا، خلص وبمر لعندك. يلا بالإذن. استنى أنا راح وصلك على الباب. كامل، طمني، وضع نجيبة منيح ولا مو منيح؟ من كتر البلاوي اللي عم توقع فوق راسي نسيتها تماما. شو رح نعمل بموضوعها؟ مو طالع بإيدنا هالفترة غير إنه ندير بالنا على صحة الولد وعلى صحة نجيبة. وبركي أبوك عرف القصة. وإذا يعني أساسا هذا الموضوع ما بيتخبى. أنت قل له أنا ما بقدر. خلوني بالأول حل مشكلتي وبعدين بحل مشكلة نجيبة، لا تاكليها، خلي هالموضوع علي. طيب خاطرك. الله معك يا ابني. خير في شي؟ يوسف،
انت شاب قوي وبضاي. استغفر الله، ولو انا شو ما عملت ما رح اوفي كون ابدا. لك يا يوسف، انا صحيح اعتذرت لك هداك اليوم من شان قصة الكوخ، بس انا ما نسيت الوشم يلي على ايدك. شوف، لتكون مفكر اني رح صدقك بهي الحركة. اسمعني منيح، هنن كلمتين. اذا انا وفريدة انفصلنا عن بعض، فانت رح توقف جنبها كأخ، لانه اساسا فريدة بتنظر لك نظرة اخوية. عم تستوعب؟ نظرة اخوية. اصحك تنسى. أنا متأكدة إنه هدول الاثنين في بيناتهم شي. تعرفي شو؟ ليكون كامل بيك شايف إنه يوسف مو مناسب لمرجان. وليش بقى؟ إيه، بضل ابن الخادم وماله من مستواهن. أساساً حتى لو قبل أهله ما رح يوافقوا، خصوصي إنه أم عائشة خانه. وليه؟ وليش حتى ما يقبلوا؟ مرجان كبرت ورحت على الناس. إيه، فريدة بكرة بتتدخل. أخلي فريدة تلاقي حل مشكلتها بالأول. إيه مزبوط اللي عم تقولي. مو على الأساس باسمة خانم تحلها؟ إيه، هي من مبارح ما فتحت تمة بحرف. ليكون هلأ بالها مشغول بالعريس؟ تصور تلاقي شبح له وقت باسمة خانم أكيد ما بقى ترجع له لسيف الدين بيك. الله يخرب بيتك، من وين بتختار لك هالأفكار؟ قال من وين؟ أنا شاغل بالها غير الجواز ولا أنا غلطانة؟ كأنه برد. ماما بعتت لي كريم جديد، خدوا جربوه. خدي حطي شوي على ايديكي، أليس ما بتكون كريمك اليوم؟ ما بدي. ايه، وينو خاتمك؟ ليكو شو القصة؟ شكلكم متخانقين مع بعض؟ مو هيك، أصابعي شوي منفخين. لا مو صحيح، أكيد في شي. ما في شي من هان. ايه ماشي مثل ما بدك. أكيد جاي تخبرنا خبرية حلوة. بدي خبركم خبرية حلوة. مثل شو مثلا؟ يعني تخبرنا انك رجعت على المدرسة مثلا. ايه مزبوط، رجعت، بس في كم ورقة لازم اقدمهم للمدرسة بالاول. طيب بالاذن. كيفهم طالباتي الشاطرات؟ كلهم تمام؟ ميرسي ما شاء الله علينا. انت منيحة؟ انا كتير منيحة. أصابعي شوي منفخين. بتمنى يكون هيك. سلم ايديك يا خانم. اهلا وسهلا. كأنه صرتي احسن؟ ايه الحمد لله صرت احسن بكتير، بس بالليل وضع عم بيسوء، عم يصير جسمي كب عرق. اذا بتشوفيها بتقولي حدا كابب عليها سطل مي. بغير لها ثيابها اكثر من 20 مرة والله.
إذا محتاجة لتياب جديدة إليني. أي والله. كأنه بطنك لسه مو مبين منيح. من قلة التغذية شي طبيعي، وهيك كان رأي كامل. بدك تديري بالك، أنت هلأ مسؤولة عن روحي. بس كمان بطن نجيبة مو مبين. بلا بلا مبين. تشكر ربها أنه حملة ماله صعب مثل حملي. الله يكون بعونكم، والله ما بعرف مين بيناتكم حملة أصعب من التاني. نجيبة ما بدها تجيب الولد. بس لا تشوفه وتحطه بحضنا، أكيد رح تحبه وتتعلق فيه. ما بظن. الواطي سليم ضربها واختصبها وقتها حملت منه، لهيك مو طايقة تشوف ابنه. بكرة بس تولد أكيد رح تحبه، وإذا بقيت على موقفها أنا بدير أهلي على ابنها، رح رضعه ليكون هو وابني مثل الإخوة. لا تشغلي بالك.